مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة المباشر. يعني مازال عاوتاني مازال في هاد اللحظات كيجبدوا يعني في الناس اللي باقيين عالقين في هاد كما قلت لكم مشاهدينا الكرام، يعني باقيين كيجبدوا في الناس لحد الساعة كما تلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام يعني المباشر. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوفوا الناس يعني مشاهدين الكرام، غياب تام لجهة الوقاية المدنية اللي غتساعد هاد الناس باش أنهم يعني يوصلوا السيد فكين بطريقة أسهل وبماتريال يعني كما كنقولوا بوسائل يعني باش يوصلوا السيد دغيا. فللأسف هاد الناس يعني مجندين كيقوموا بهاد الدور ديال الوقايه المدنيه كيقوموا به هما كما كتلاحظوا معنا على المباشر. فللاسف مشهد مؤثر. لا حول ولا قوه الا بالله. المشكله هو تحت شو كيحفروا فوق منه. إذن كنعاود نقول لكم المشاهدين الكرام في هذه اللحظات يعني لحد الآن يعني باقي كيجبدوا الفتات ديال الناس اللي باقا عالقة تحت هاد البيوت اللي تهدمات كاملة كيف ما كتلاحظوا معنا. الناس ديال هاد المنطقة هادي مجندين يعني كيف ما كتشوفوا هما اللي خدامين بالبالا والفاس وفيديو باش أنهم يجبدوا هاد الناس من تحت هاد الطاب. لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.
فكان ذاك المشاهدين الكرام يعني لحد الساعة مازال الناس بقى تحت هاد البيوت اللي تبنات كما كتلاحظوا معنا على المباشر. فعرفوا البلاصة اللي فيها هاد السيد هذا اللي غادي راه كيحكوا دابا باش يحاولوا انه يوصلوا ليها ميشا. راه واحد الريحة اللي كاينة في اللقطات يعني ريحة قوية. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لعد ساعة مشاهدين الكرام باقيين كيجبدوا الناس من تحت هاد المنازل. عندك اللي تبنات عليهم يعني كنتمناو الرحمة والمغفرة لهاد الناس اللي ماتوا. الله يصبر الأهل ديالهم كما كتشوفوا السيد كيقول لك شاف الراس يعني شاف الراس ديالو باش انهم يقرر لهم وسيله قريبه باش انهم يوصلوا ليه. تحية كبيرة لهاد الناس اللي كيقوموا بواحد الدور كبير وكبير بزاف بصراحة. يعني كلشي خدام لدرجة السيد راهو كيما كتلاحظوا معنا. شوف كيف قلت لكم مشاهدينا الكرام كيما كتلاحظوا معنا يعني السيد خدوع من ايدو راه هو حتى هو خدام. شوف مشهد حزين مشهد مؤثر بكل صراحة مشاهدينا الكرام على المباشر. الله يصبر الاهل ديالهم والله ارحمهم وكنتمنى لهم الرحمه والمغفره. انا لله وانا اليه راجعون. يعني كما كتشوفوا معنا المكان اللي كانوا ناقصين فيها هما. شوفوا لا حول ولا قوة الا بالله. يعني كما كتسمعوا مشاهدينا الكرام يعني عرفوا البلاصة اللي فيه هو يعني باش انهم يحاولوا انهم يمشيو نيشان للبلاصة اللي فيه.
هذا هو. بس برا بس برا. قاعد مر. كما تلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني دور كامل تقريبا كل شيء، كل شيء مشى حتى حاجه ما بقات فيه. يعني بالنسبه لي هذا الدور بحال يعني غادي ما غاديش ما يبقاوش الناس ساكنين فيه نهائيا. يعني جميع البيوت تقريبا اكثر من 100 شخص اللي كيقولوا حسب الساكنه، يعني اكثر من 100 شخص اللي توفى في هذه المنطقه هذه. الله يصبر الآه ديالهم والله يرحمهم ويخليهم يا رب. ربما يعني مشاهدينا الكرام يعني كما قلتلكم قربوا يعني انهم يوصلوا عند الطيح، قربوا انهم يوصلوا. واش السيدة هنا ولا راجل باقي ما زلت هنا؟ هنا راجل مرا كما تلاحظوا معنا ربما يعني قربوا انهم يوصلوا. كيف تطلعوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني بالنسبه لهذه البلاصه يعني تفوقات الدوار، تفوقات كيف ما تطلعوا معنا يعني على المباشر. هاد الدوار اللي تضرر بزاف بسبب هاد القوه ديال هاد الزلزال اللي كانت قريبه ليه بزاف. الدوار تقريبا كامل يعني راب جميع المنازل ديال هاد الدوار راب. كما تلاحظوا معنا شوفوا يعني واحد البهيمه قربوا ربما يعني مشاهدينا الكرام يعني قربوا يوصلوا لي في هاد اللحظات. نتفرجوا معنا على المباشر احنا بالضبط في دوار تفوقات ام جميل. كيف تمت